يا كابتن برضه المدير الفني تحت ضغوط انه ما عندوش رفاهيه الوقت وما عندوش رفاهيه مثلا التعادل، ما عندوش رفاهيه انه يعني ما عندوش فتره طويله انه يجرب فيها. يعني الكلام دوت ممكن لو حاسمين مثلا الدوري وخلاص الدوري للنادي الاهلي فبيدي له فرص كبيره. ساعات المدير الفني بيتحط تحت ضغوط، اه هو مقتنع بيه كمهاجم لكن ما عندوش رفاهيه الوقت ده. احنا محتاجين الناس تقول لا محتاجين محمد شريف في الفينش بتاعه احسن، فممكن نديله يعني. انا معاك، دي وجهات نظر يعني. ما هي دي وجهات نظر، بس انا معاك. هو الولد محتاج يبقى في الملعب. يعني هو في الماتش بتاع امبارح مضيع كام كوره، واذا انه بيتحرك وبيخلق لنفسه الفرص. ويعني قفشه لما بيمسك كوره وبعدين بيرفع راسه لفوق بيدي اللي هو بيتحرك في المكان المظبوط وهو بيتحرك. فكون ان هو بيضيع ده، ما كل الفرقه ضيعت امبارح، كل الفرقه ضيعت. بنون ضيع يعني، بنون سد وحسين الشحات حتى محمد شريف ضيع، وقفشه ضيع واحده بدماغه واحده اللي هي جت جنب القائم يعني كله ضيع يعني. اذا مش هو بس، فانا انا بتكلم على ان انا عاوز اكسبه قدام. يعني احنا لسه الدوري طويل وبطولة افريقيا ان شاء الله باذن الله هنصعد ان شاء الله في بطولة افريقيا. وانا دايما بقول لكم ان شاء الله دايما بتقول لنا كده وان شاء الله هناخد الدوري باذن الله يا رب. فهو محتاج بس وقت، ياخد وقت طويل. ما تستناش على ان هو يبقى مش موفق او بيغلط كام غلطه وشده. طب هي دي النقطه اللي عايز اروح بيها لمروان. يمكن امبارح مروان بلمسه يد رد على اللي بيشكك في قدراته. بالظبط. قد ايه مدى اهميته في اللي جاي وفي خط هجوم الاهلي في الفتره اللي جايه كابتن محمد؟ ده مهم جدا. احنا يعني ما احنا دلوقتي عندنا الفرص الضايعه كتير. فمحتاجين مروان محسن، محتاجين بواليا، محتاجين محمد شريف. لو في موجود صلاح محسن محتاجينه. المنافسة بينهم لازم تكون كبيرة في ان احنا يبقى في الماتش احسن اتنين منهم يبقوا موجودين. فاحنا محتاجين الناس دي في الماتش. لمسته يمكن بقول لك ردت على عودة. يعني انا دايما بقول يمكن في عدم توفيق شوية في اللمس الاخير، في جزء اكيد عدم توفيق وفي جزء على اللعيبه نفسها وعلى تركيز اللعيبه وعلى ادائهم. حضرتك بتقول يمكن الضغوط اثرت شويه على التركيز، استعجال في وقت من الاوقات، مستعجلين عايزين نكسب بسرعه. خلي بالك كمان يعني استعجالهم وتركيزهم خلاهم مهتموا بالماتش قوي واحترموا الخصم جدا، وتضييع الاهداف من اول دقيقه لاخر دقيقه. تضيع الاهداف في الاول خلاهم مطمئنين ان هم طب احنا بنوصل يعني مش مهم دي تضيع، احنا هنجيب. الوقت فاتهم بقى، الوقت بقى ياخدهم. برضو انا عاوز انوه على حاجه، ان في برضو غلطات دفاعيه عندنا. صحيح. يعني احنا لازم يبقى في شغل تخصصي. يعني احنا البديهي يا كابتن هاني ان الباك ايمن اشرف ما يخليش الوينج او المهاجم يستلم كوره. لو ما خلوش يستلم كوره ما يخلوش يلف. لا احنا اداله فرصه انه يلف ويواجهه ويعدي وخاف لا يقاوم ما يعمل ضربه جزاء فاتعملت بالعرض. ونقطه فنيه كمان الطبيعي كمان انه يطلعه لبره مش يدخله جوه الملعب. بالظبط كده. يعني حتى لو يعني لعيب عشان يبقى يزنقه في الخط. يبقى الخط حتى لو جت كورنر خط زميل ليه. بالظبط. الحاجه الثانيه الفولو. احنا دايما بنقول لما يبقى حتى في ضربه الجزاء، لما يبقى في ضربه جزاء بنقول للفراوده الفولو. صح. بعد كوره ممكن الجول يصدها واحد يخش يحطها. لو الديفنس شايف ان واحد بيشوط يعمل فولو على الجول بتاعه. انا اللي اروح انا مدافع، انا اللي اروح اخدها مش المهاجم. ده المهاجم شاط وعمل فولو عليها وهو اللي جابها. يمكن في اللقطه شفنا يمكن كان ايمن شويه بيلوم على ياسر ابراهيم على النقطه اللي بتحرك حضرتك بتتكلم فيها. والشناوي كمان يعني في ناس قالت لا ده جزء يتحمله الشناوي. انا بقول لا، الشناوي المسافه كانت قريبه جدا بتاع الشوط وعمل ريفليكس اكتر من رائع. كان من الطبيعي ان ياسر ابراهيم
يبقى هو اللي كان اقرب 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 ليه بدر بنون مش ياسر على فكره. يعني كان ياسر ابراهيم وايمن اشرف ناحيته، او كان يعني واحد لازم يعمل فولو عشان كان لازم ياخد يعمل فولو على 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 الكوره على الكوره دي، لان كانت يعني الشناوي ما كانش يقدر يمسكها. يعني هو ده اقصى حاجه عملها. صحيح. والشناوي كان موفق بصراحه يعني. طب واحد